بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك ولا. ثم إلينا وجه القطاب تكرما وأنفسا أتابا. فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما. يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصلي مرة علي أشرا قد تنير برا. وليتوصل بشارات القدر مسازئا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا. صلي بتهليم بلا انتهاء أني على النبي إذ البهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل. يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي. يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن. نعم سفيع من عليه مئة صلحت وألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة. وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من بجاي قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم. ولبي وهبت في عاداتي ما غاب عن كابر السادات. ولبي قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد. يا من على يا من كتابك العزيز زلبا لي ولي عداك طرا غلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور. وآلي وصحبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من جعلت الصلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية. ولي أمداحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت سجتهاد. ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما. إلى سواي سرمدا ولجميع
أملاكك الكرام إنك السميع، وخذ بشارات تدوم السرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا، والتجزئ آل بدر الكرام عني يا خيرا قل لي المرام، والتجزئ عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا، ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما، واجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتليك فيكون، يلا وصل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم، واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمسفعين عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن، لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور، وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآني، وصف لي يقظتي ونومي وشغل غيري جالبات اللوم، وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات، بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضا والقدر، وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لوم، وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق، وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا، وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه، وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام، وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب بالأكملين، وعن يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة والتشف الذي اعترى من غمة، واسغل عداك بسوى ما يفسد ناجى نبيك وزد من حسد، واشغل عداك بعداك واشرف قلوبهم عن در تعرفي، واضرب قلوب المشركين للسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب، مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفضي السرور، على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاه العزيم عندك قتي سرورا دائما لجندك، واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم، واجعل بي قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا، واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات، واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء، واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون، وسل لي يا رحمن سرمدا على من الغلا قدت به لمن غلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي، يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك به فانجعلا، وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا، وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم، بلا أزن ولا لغن ولا حقاد
كما كفيتني به من انتقاد، ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات، وخدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات، وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي، ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت آل عرفات ومنى، يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة، يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم، ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر، ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من أدام الحسنا، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا، سل صلاة مع سلام لانتهى لا على من قدت لي ما يشتى، بجاي العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحوي بلا، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، والتجزي أني قيلا لم يكن لغيره بلا انتهى بلظك، وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك، والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن، يا الله يا سمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد، سل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور، قبلت لي من أسس لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي، يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير، أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب، سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا، أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب، لك شكوري إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان، يا خير من إليه تمتد يده لنخاد منك للجنان الأفيد، يا صلالاتي والسماوات العلا يا من له القلق معا يا من علا، سل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ، على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال، كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع الإسان، يا من به نورت لي جناني وخدت لي سادا إلى الجنان، وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، واجز به عني يا والدي يا من به أمري رممت طيا، واجعل حياتي له شرورا مؤبدا واشكر لي البرورا، وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا، بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه، وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك، وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام، وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر، وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة، وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير، وارفع لمن بها يذلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا، سل بدليل من على المملكين
سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العربي وقتله حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي خوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد يا من مدادي جعلت كدما من ماهو قد سيدو من قدما السلوات جعلت الطاوية عن المثير لرضاك حاوية بي واخجلت السيوف والرما بما به مدحت يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كليتي قير اغتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا توجل العدا والحسد واجعل أخايدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي لي طبيه قبلي ما لم ينلح الصالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وسرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي هني المبيه منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب قد انسلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل بي بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا سل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يبيه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقراد وخير خيرات لديك دقراد وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل صلاة سيعت بتوسعات
على النبي والرسول سسان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جائلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا أن يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك عليك في القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة على الذي بقدمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هازوا من الأناء الخدر نفع لغيري جاتي ما شاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سل والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن والتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل بجاي الحثيم نصمي على رداك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي وارفع جميع بخير ردي ومهنتها ما ساءني كالكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاز واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله سل والتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلني سلم وشل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان سل صلاة والتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاي مقدمات لديك سرمدا معسمات وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
واسرف خلوب من قلوني لسوا ما سأني يا من كفانيهم سوا وأيش الشيطان والخبيلا مني وابل العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل بي عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني يا خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم أنهم وخل الغرباء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وسلي اللهم في الفرد الرجاب يا من يقود لي به على عجاب بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وسلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسلي يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل بجائه الشهور والسنين لي سواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقوام ونور الجنان سد للسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاي المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد صرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرسلين وكل صائب وقطي عصلي واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل والطوب بعبدك الخديم وشرفين لغيره ما شاءه ينشرفي وهب له لطفا جميلا وهبين لو مراده بغير رهب واسري بجاه المنتخى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصفعين سل علي مغنيا عن مدفعين ولتغنيهم بك عن المعاصي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل
يا خير رازق وخير منزلي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارم لخلق ضحضه المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معها على الذي قير المزايا جمع سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي. وخذ له قير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم. بلا أدن ولا جوان ولا مرض ولا عدن ولي يطيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا. صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حباب الخفر. على الذي أورثتني الكتاب به وعني زهزه العتاب سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمالي. وجعل به نظمي ذا شرورا له مني يقبل البرورا. واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما برب منك الرحمة. ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا. صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا. على الذي قدمته قد زهد لخيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي. وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا ليخط ما كنت أروم جسبا. يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني السخاء والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل مطعب لدى أوطاني. صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زعزع كل من أراد ما ساني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي. ولتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارض عن السحب بكن. ولتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم. واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك. يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم. صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي. وسلمنا عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر. صل صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتذليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي. كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين. يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوء ربيع الأول. صل صلاة لا تسال سافيا جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوبه كدر. يا من به يجري بإذنه الخدر سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي. كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القارة. وصل سرمدا علي بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام. يا خائدا لذكرك المزاني يا من به طاب ربيع الثاني. صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارد كل حسود ترضى الصحابة ذوي النور الأسود. على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل
وصبي في الحال والمآل كما جعلته وليا لابقيا في السر والجهر عدو لابقيا ولي به هببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وابتني هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى سل الصلاة لا تزال راخيا نامية مشكورة وباخيا مع سلام خير خير يدخل في خلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجا المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجادي حسدي يا من حماني عن رائل فانيا ولتتيب جماد ثانيا صل صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتخى قيل البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائن له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيذ الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قادني ما يشتاء في الحال والمال والسند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر سل صلاة بسلام سياد وبركات ناميات رفعات على النبي لا إباجة الرجال وزينة النساء من معها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا خائدا لي ما مات قولا وخدت لي منك ربيح الأولى سل صلاة بسلام كملات وبركات راقيات كملات على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل يا خائدا للذكر والمثانيا وخدت لي منك ربيع الثانيا سل صلاة لا تجاري الصلاة على نبي الله ديخم القلى مع سلام لا يجاري سلام وبصرا بيد الجوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا خائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جماد الأولى سل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحو الداء مع السلام يكشف الأسرار لأبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى نحوي بلا لقائي ولا مداراة سوي السقائي هل النبي ورسول العالمين من ليقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي الشقاء وكنت لي بالبشر والبقاء سل الصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ساس العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والساب واسم قلمي يا من يقود لي من لوح العجاب يا قائدا لي منافع الرجاب سل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وارفع له بي كتابتي بلا رد وأمري بي تقبلا والتعمني عن كل كد ومراد وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جهمي وجه داء
ولسواي ساسي الأعداء. يا من حباني بالذي لي بانا، يا خيدا للنفع في شعبانا، سل صلاة لي تقلد ولا تنفي الإدام عن بسر وعلن. إلى سوى ذاتي تؤيس المريد، مني ومما اخترته لي يا مريد. ما سلام ما له تناهي، هلا نبي آمر وناهي، سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي. وجه الحروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة. يا من وابتلي قير فيضان، وجتني فضلا بشهر رمضان، صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما. ما سلام تلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة، ويكسفان ليكن لمن بهم من العلوم يعظمان من وهم. على الذي آتيته الذكر الحكيم، منك ونورت به قلب الحكيم، سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء، ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني ما سأني حيث رسد. يا الله يا رحمن أنت الوالي، يا خائدا للخير في الشوال، سل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأزمان. ما سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى الشفاء. على الذي كوني قديم وزر في البر والبر ولي قل قر، سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال. وعلم الأعداء أني عندك، لا عندهم بشارة لجندك. بين لهم تبين من لا يفى، علي سي قائد للأخفاء. يا مرشدا إلي قاد رشدا، يا من له شكري من ذي القعدة. صلي صلاة لتطيب القهود في كل شهر ويقود بالسعيد. إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث. على الذي طيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة، سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. واسب الذي يريد كلما يسوني لغير الضر معلما، ولا توجه لجهات الظلما وسق لغير حاسبي وألما. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وصنع، يا من تعالى عن منام وسنا. سل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى. ما سلام كل شر يخمد، وليقود كل خير يحمد. على الذي إقدامه لي قادا، من خاد غير يده فانقادا، سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي. وجه الحروف بأفضل البشر، في أبد له رضا على بشر. يا من وابتلي تشور بشرى، لي أطبت معا والعشرى. لي خدت من جلا وما تكمنا، ولي بدل بشر بأيام منا. يا الله يا رحمن يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، صلي صلاة لا تزال ساطعا أنوارها كل هجاب قاطعا. مع سلام نوره يتهر قلب المسلي وبي يمهر. على الذي جعلته وسيلة لك وخادم الهدى وقيلة، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل. وجه الحروف هذه أنوارا، يا من لغيري وجه البوارا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا، صل صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم. ما سلام يشرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار. إلى محبتي بلا أدخاني، يا منزلا لي جاد بالمغاني. على الذي قدمته لي طيبت مواتني، ولي هداك وهبت.
سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي الأمان في كل الليال وجل حياتي بي خير آيات وجل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحزان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مرحفا بالسر كالقدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما خلا من قادها بدادي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة أموري تسون عن اللخا يا من له تحسين ما سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زال الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل الدار بأني منضرب عن عدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مغطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي صرمدا على النبي والرسول أحمدا وآلي وسبي وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمين وبصير سميا صل صلاة تغلد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع السلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى سوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختيرني من المباح وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجعل مقري وممري والديور لي شواهد بأفضل الطيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء ولي وكل مفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعضاء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأحوال ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلب للحليب وجل فيوضك الكليم نيرا قلوب حسبك وأسطع نورا وجل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجزب للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أني به بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني
وسل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسد أفضل السلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع سل صلاة عن إيديك تغني وأن منايك من يا مغني ما سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرباح والفلاح على الذي قمته قد صرفت لغير العذا معهم فانصرفت إلى سوى الدنيا والإفسادة والمكر والغرور والحسادة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي السود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين بي وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي خذ سكرا وعلما بدا وأجر نفي طاردا من قدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرخت بيني وبين الدر جمعت بيني وبين البر نبأتني تنبيه شاكر عليم باق لدي نفقت للعلوم سل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل ما سلام ليقلد الرباح في كل ما ليتجود من مباح على الذي سيرتني قديما وخدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر ليما حسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم عني أبدا على الذي تكريمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل سرعي تارض الأعادي لغير ذوي مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بسرع تسد ما سلام بمضي يسد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزئني أهل بدر الخيرا يا من بهم ساق لغير ضيرا وليا بهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممري والديور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفلك اتسالا كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة تدفع الأوائخا لخير نحوي إليك قود لائقا ما سلام يدرأ المفاسدا لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي لو مقدما لدى القدامي
سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآل وجل تلاوتي وقطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليما قد الأجور لمن كمنظفا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تسهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سازال مقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا وبندون معا وبايا كليما دي جمع سل صلاة لي تقود الكرما يا من لخيري زهزال عرم رما ما سلام مزيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بآل الهمر والديورا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وأبلي القط مع التلاوة ولي فيما أدم حلاوة وفي سواه ما من الذي تبيه لي مبيا صدان الثاتي أنقبيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماها مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمدي وجلب جاي العظيم قولي منور يا ذا العلا والتولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وصف لي أقايدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي وأجأتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجعل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لخيري شقرا وانشر علي بركات عالي همران في الهال وفي المال ولي بشورة النساء عافية الصباح والمساء وأبلي الفتح ويسر العلوم لي وزني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما خاد لي سكري بالنظيم أعتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتأت لي باب الخيور مخلقا باب الشرور وهو عني خلقا بقرت لي سر العلوم النافعا يا منسلا خير الهدى يا رافعا آويتني إليك يا كريم يا باخيا شكره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سوايا سرمدا يا الله يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآل وأبلنا به الصراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سخيم
وأبلنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما ولنا سلامة الخيوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وأبلنا القسمة يا وهاب يا من له الإياب والساب وأبلنا اليقين والتمكين وقلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف أجائه النزام جالبة إلى المنى العزام وجل جميع أجل البركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلمين على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حياتي له مسرا يا باخيا كفيتني المضرا واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حي في يالله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وسل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أزبي بخير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام النجال وسل يا رحيم ولتسلم على خليني وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليا في القط ما ليس يكون لأدن يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رشدا مع سلام لي يروض الأخبياء روضا بهم تندمهم يا ربي على الذي جعلته مقدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبكتابتي السقر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وأبلي اليوم مسونا مسكتا من ساء تقدمي وأشكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزازي قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسوى يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسادة إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعندك جلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بالانشرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأكدار إلى سوى نحوي والخدار وتذهب المبيع أني سرمدا لغير ساتي وما لم يحمد ما سلام لي يقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان الثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين الخلوب بلا أزن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتني تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبلغ في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وأبل والدي في بروري مسرة تبخى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
من اشتريت كل ما أني بي بلا إخالة وقلت لي ربي صلي صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي ووجي المبيه أني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ثاسومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لتقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وجعل حياتي للنبي مسرا يا من به كفيتني مضرا وجعل بروري والدي واسلا إلي ما قير برور حاسلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أسنى عنك والدي خيرا يكثر يا خالقا ما سئت يا مؤثر باقي وجهك الكريم التحري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتقود صدقا في خدمي تسر الفيود ودقا مع سلام يجود بالوفاء في ألماح ما مقوفا سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وسنجاتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وأبلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي وسر جوالب السقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازد حبدا شكورا واحمني عن فازدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطعي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسيرا ولي ييسرا هما تيسيرا واصم هقائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوص الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتسعي العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قتله مدادي ما خلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب السنين حبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي قلت عقائدي يا أخوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها الصلاة إلى سوى نبي تزده القلى مع سلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل
واجعل بي نفسي ما هوايا حونين لي بك على التقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل عظيم ولتنور للجنان ولتنظم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالآدي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فوض يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لقيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وشوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة النور تدوم تسهد لي بأني القديم ما سلام النفو لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخلي الأعظم في أغرادي جميع يا ماحيا أمراضي وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وسبي ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانخلقا باب الشكاية لدي مغلقا بما محا من البلاء والمراد مع حسابي وبفوزي بالخرد صلي صلاة لي تقلد العيان ما شهود وتقود للبيان ما سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي تسره جناسي مستان كلي عن القناس سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتجزي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي يا أحاب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا الرسوخ واليقين يا من سقا وأولو يقينا صلي صلاة لذة تقلد في قلب أفضل الورى فتغلد على الذي يسر لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزون سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي التاويل والتيسير خذ المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لخا وعندك اجعلني يا نور البلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تسلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمن ما سلام عن سواه يغني في زائر وباطن يا مغني
على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال واصرف بعاق وجهك الكريم يا مغطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شعر سوى ذاتي بلا رد وكل سوى ودرى السنين والأيام بمخجل الخيام والسيام وضرر الإنس والضر الجني في كل دائر ومشتكن والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما ولي قط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء عزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر آل القفر صلي صلاة قد تؤيس اللعين ويزبه مني إنك المعين ما سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وجعل بي كليتي منصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين ما سلام سائخ ما لا يفيد إلى سوايا قائدا لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا للظلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجعل كتابتي منافع النبي كما به لي يصون اقتنبي وابتلي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بعق وجهك الكريم هبلي ما لم يهوس الصالحون قبلي هبلي ندامة عداي أجمهين من قد الدر لا تسخ لي اللعين وهب لي اليوم تلاس من يقين وعندك جاني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أرضي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير الشك وبخير وهمي واجر لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أجبت الشكي وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لسة بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إقدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهلبي بيني وبين الشك يا من يلين الدخل مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي الأبدع أرباك واجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي وكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباحي إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمري عن المعاسي
وكل ظالم وكل عاسي. آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين. صل صلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم. سيرت قلبي خير علم واهيا سيرت كل خير سعي سعيا. وابتلي اليوم سوعي في الكتاب وما لي اخترت عظمت من عتاب. والتامي عن معصية كليتي وجل كفاء للصالحين النيتي. وابتلي الذكر مع الحلاوة وخدتلي التعليم والتلاوة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بي وديادي بالحروف يا باخن لي كان بنت الظروف. صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغناء يشهد على الذي جعلني الخديمة لو لي قد سلب التقديمة سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى. صلي صلاة لتصفي عمري ما سلام مصلح لأمري هل الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قلت علما بهم. صلي صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا ما سلام يشهب التشنيرا. لغير خطي ولساني والحروف على الذي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما سأني بالحق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحسادة لغير النحوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19. صلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي بيك ما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل. وأبلي اليوم مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب. صلي صلاة لتقلد الثمن ولتخود يقنا كل الزمن مع سلام يجذب الأكدار يسون لي مختير لي والدار على الذي قدمته في البر والبر قاد لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال. وابلو صلى عليه الله في الآل والساب ومن والاه مسلما عليه في الجميع
أجل سكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد. صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما قيري سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمآل ولي الطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الأشراء وأنا أكون بشر كل رأي ولي بكوني ككل مرسلي وجل هروفك فعال الرسل عليم خير الصلاة وسلام ممن به وابتلي خير كلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسخين عازما من لومي. صل صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على الذي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمآل. ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهض مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب. زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسليك رافقتني مسيئا للجنة دار الخرار والمنى والمنى. جعلتك الدار قليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم. أغنيتني أسمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منسلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله. ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نويت شكي وإداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من خالفك ذلك الكتاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما فعل وما طلبت منك يا رب فعل. فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقة ولا أنائي يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال. واجزبي أني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع. صل صلاة أمري تبشر بالانتهان يا من لديه البشر مع سلام يدفع السقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وابت لي محبة وخدت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال. وجل بي على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردو لي فسب بالعلماء. صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أوصالي للخير في الغضو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما أوايا ولي تقول ما اقتضى دعوايا
قلت لي القيور من دنياك وخدت لي ما رضى سنياك سخت المفاسد لغير ساتي وخدت لي الأعظم في لذاتي صل صلاة برضا عنك تجهد لي وبازدياد منك ما سلا مني يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحسان سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال وحلبي بيني وبين السوء في أبد يا مصيب المسيء وجعل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسعت فضلا لسواي النار وخدت لي الدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفيا نعمتي وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك عونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي التوحيد لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي كما بي حققت لي اتصالا يليخ بي والتقن انفضالا يا جاعلا قطي فوق ذني وظن خيري يا عظيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سوري وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاحي تسدو لي بسلام بصلاحي يسدو لي على الذي كفيتني اللحين بي وما لم ترضوا لي يا معين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وسد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلتني لقنتني فسرت لي لا سك فيما من علاك جدتني ألنتني بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوت ما يسوقني مكنتني أسبي وليجد بالإسماء ومد لي خيرا بخير الثدمى أبخي لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكنيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مقاسما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام سارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وابني الكتاب بك ما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليابي الذي كنت أروم من المنابلة أنا إن يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا الخدر ولي أما لا يرى لخيري في الله والذكر وأذن خيري علي صلى الله بالتسليم في الآل والذهب صوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نباتني تنبيه شاكر عليم باخ إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما ما سلام جاسب لي بركة مرتدني لي تكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسر حياتي وخدت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسابي في الهال والمال وأبلي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده ردا في جملة الأعراض لشكر خرضا
أسكن قائدي في التوحيد والتحي بطريحة الوحيد والخول سد والفؤاد نوير يا منزلا قد ابتدي بالسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابته نساء دورا وياقوتا أدام فلسا من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لنتين بأن تسلي وأن تسلم أني ألا من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وجل به قطي يا شكور يا من له من انتحى شكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الغذاء والمرضى في كل شهر واجعل الشهورا لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضى لي يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصلي عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وأبلي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وخدتني إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عزمتني من العارين سلي بتلي من بلا انتهاء ألمني عبد الله إذ الباء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيدي ولترني أقائق الأسياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي قالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لوني جددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أرضي بلا نقد ولا مقوفي لأخي الرجاء في كل الليال وجلياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أشكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وارفع بأق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جلاء جل خيري بلا نهاية وقلت ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن ذرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال واطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني دا فلاحي بلا تناسع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعض اليوم من الشياطين وكل لوم سل بتهليم بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل لي الدار بأني أنكى وأن هراد زازدياد منك زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخيري السوى
وبيجدد الهدى هداك واشغل بخير جيتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا إلهي أني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآلي وسابه في الهال والمال وسد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العداء والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة كل الضر تصرف إلى سوايا بالسلام يصرف ما سأني إلى سوايا أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتغيج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي وضفك لغيري كلما يدرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر القناش والجن والعذن معا والناس سل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يصملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مساسيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هخت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صل صلاة لسلام يسهدان لي بفوسي وسقاء يبعدان إلى سوى أخلي وقولي والعمل وللجنان يقودان الأمل على الذي ينهله مدادي مصيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما سأني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسري لي يجودان بعلى سري على الذي تنول قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ومبي قصد الخالق يا من ما معائبي بالحط ما أوت أن يقصد قطي اللغة يا من ودادي للنبي بلغ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وسب بأخلي الدهر أقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما دس العين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مسقة ولا قضوان على الذي تنحوله نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورب كل ما نهى جنابي من ضرر الصفر والضر النابي وضر عين وكلام والضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سوايا وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مقلفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمري يكرم على الذي كوني له معلوم وان خاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وعظم بجاه العسيم أمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتبصيري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال واجعل بي قط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الآدي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بلاد ما سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نجي بالدر النسيم بيني وبين كل من يناسع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها اللخا والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة لياد يسوءني يا من حماني بأياد وجل حروفي أجورا باقيا بلا انتهاء للجنان راقيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت بالنعيم بغير رده إلي يا معين مساسعا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بقط في صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وأن يجزي طيورا صافيا يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العباء والمرض ولي تقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكل صدان هل النبي محمد والآل وسابه في الآل والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهي وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جالته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وهب لي السكاء والولاية ولي أل ولي لي آية واحفظ كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الدال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتعمني بخير علم وصداد
جدد بي الإسلام لجسب العلوم النافعات يا قبير يا عليم وابتلي سوار الدساء يا من كفاني كدرات الساعة هغتلي السرى في العلوم يا موتي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا سلي على العبد الرسول والنبي من سالني ولي الصفات نبي وسلما على مذذي البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال ولي أبزك أقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باتني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلامني يقلد الرقد وأمس ينسيني بيومي وبخد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي غير احتساب على سفيد الجمال أحمدا من خلمي ما مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال ووجه الأكبار والأوجال إلى سوى النحل والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بيديذ رافي قد سميا صل صلاة لمرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل مع سلام ليصحح الجسد مزازعا لخير نحو ذا حسد يا خائدا لي ما حما عن فانيا وخدت لي خير جمادة ثانيا صل صلاة منك ذات بركات تنو بها لخير ذات المهلكات ما سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العتن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وملك النية والصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله علي ما تنمو بي علاه سل صلاة بسلام أني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير الذات أفضل البصر ما ساه وجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله سيد يا جميل واجمحي له المنى وقد له لو قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى قلوا ذا فضلي وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدى يدي بفيضه التي لي مدى رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكوري أبدا على الشهور وليجاد بالسهور والتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا صل صلاة لتقلد البشر تقضي إلى سوايا تسعة عثر مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به الساخ لغير الكمدى وآله وصحبه وأسهبه كل مباين لسواه سبي وخلي الدار العظيم الأعظم يا من به عصيت من تعزم بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخرور كاستدراج صل صلاة لتلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على سجائس السحاب الماحي
من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمال واسب الشيطان والمكايدة لغير نحو وكف كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة ذات بشر قالدي مع سلام لي يصون والدي عن ضيخ خبر وعذابه معها والدتي يا قاهرا لي قما على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وجل بي صائم النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله ذي الزمن ومبي ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى وجل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة السفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمال واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معها لما يسرك الكلي ولما على الذي بي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمال وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر الخليل وأبلغ سعادة الدارين يا من كفى نارك النارين وأبلغ التوفيق في كل الليال وجل حياته له خير آيات وأبلغ الشهور والأيام بشر له والتقي الأيام ووجي الفصول والسنين لبذره ورله الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا سل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغه قد يسطر مع سلام لا يماثل السلام قلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتغنني يا نافعي بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي واجعل الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وأبلي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عازي يا من كفاني عن ذاك المغويا لك شكوري قبل يوم الترويا وبعد فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بكم تعالي خيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عزمتني من دار الملوك يا من له القلق كما له الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما درني وزير يا من لكم فيكم يا مليك حميت كل عن مسقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك سبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المحط والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى
كوني غريبا وأطبت الخلبا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العداء بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زيت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وخيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراب ما سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به تويت أني مسافة السلوك يا ذا المني سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وشهد بشوري لك يوم التروية يا من سقاني من فوض مروية وخبلو وبدو واشهد لي بخير خير ورضاك قل لي وارفع روفي بشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحسي يا باقيا أبخيتني يا محسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأفيث آفث قد صليا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر ما السلام من سواك لا يكون توب لي بأمني كن فيكون على مساسي ذوي الإطعاب لغير ناوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآلي وسابه في الهال والمآلي وفص بي الإسلام حفظا لم يكن قدت لخيري ولتكن لي بكن وفجأت الست يا حفيس يا من له معناي واللفيس وفز بصدري الحلوم النافعة وجلياتي للنبي النافعة صلى علي أبدا وسلم علي من به فؤادي علما وأبلي الحس بلا نسياني واحسن به عمري من الحسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة إذاك تغني وأن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والماني وليب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أزب لغير ذاتي العيوب وخذ لخلب الفيض والغيوب وهب لي اليوم بخير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صلي صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يوب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يوب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وأبلي القرب والقول يسمعي سما قبول ولي القير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا صلي صلاة تسلب القفولا لغير قلبي تمنه الأفولا مع السلام يكشف القطاء ويجلب الرشوق والأتاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسبه في الهال والمال وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم هرفا وهاقي سائمه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي
وابن لي الحن الحضين حابذا الذكر بي مفتكرا أو لافزا وابلي التوحيد والحديثا وابلي التصير والتحديثا وابلي البروع في الفنون يا مطي الظاهر والمكنون واسر الحق بقتي ولسان يا من يجود لي بفوزي وحزان يا معي الآفات والأكدار يا مطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال ونوير السهور والفصول لي كما وهبتني الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بالإفس عن نسياني لجت بالسهود والعيان ولتغني بالأجر عن حسابي يا خائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان ولي كون المنى إلى الجنان يا منسلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال ما سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء هل النبي والرسول الأبقى يا من بجايه فتخت الرتقى سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال واجعل بجاي العزيم نسمي يا من حماني عن دواعي الكسم عندك إيمانا وإسلاما معها أحسن أزان وللمنجمة وعندك جالا هدي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواسات من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم أقلي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مكثرا لي قل لي يا الله يا عليم يا قبير يا من به لم ينهني سبور صل صلاة كل سوء ترفع لغير ناوية وسعي ترفع مع سلام حابذ جنابي من ضرر الصور وضر النابي هل الذي وابل الكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليا بعق يوم عرفا وآخي سائميه على معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سخت جالب أنين صل صلاة لتكون المنى ليتخود عرفات ومنى ما سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أزن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء على الذي مدينه والصلوات أليس الزهد لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وارفع بشكري لك رب قولي يا محيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك نودى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واثن قد سميا صل صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي الضر مع سلام يغرف الأزواء لغير ذاتي بك واللواء على الذي سيرتني قديما لوبي وقلت لي تقديما بجائي وسنت لي أسراري بي بلا مكر ولا اختراري سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمال
واغري لي العادات بالأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة أمري تطهر من خير خيرك الكلي تمير مع سلام يقود مفهما ذوي القلا والنكر حقا افهما هلا نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والسهاد وهب لي التجويد بالتالي وحجة لكل من والاني وصول خيري كل من قلاني وجلت والدي أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام وجعل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اعترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنلت ثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناء لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجدوا لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري شاق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا مضعفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالشيام سكرتك اللهم بالتحرك يا مضعفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لإجادة بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وارفع به شعي بشكر راقيا يا رافعا ليس إزال باقيا وارفع غروفي والتبارك فيها إليك باديها ومقتفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قلت جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنوله الأذكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لا انتهاء لا على مشربه للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال
وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع القيرات مخجلة دلائل القيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما يعتمى لي من منى وجمها سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمالي وجعل بي شور والأيام ليس وايدي قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف شافية وجل تلاوتي وقط يا أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى الخضاء أبدا يا خير موجود بحب وبدا حبك لي قد زاز الفسادة لغير ذاتي ونفى الحسادة إلى سواي ولغيري ما اعتمى لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مصيا من رام الضر وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير ناوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معه الحمد يا من لي منايا جمع صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين هل النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمالي وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن عيال الشيطان صل صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وشأل لي الدار بأني راضي حمّا حمّا جسدي أمراضي وسأل لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وأبتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وزازوا العداء لغيري باجتهاد زازات إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أصفار تأتاني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب والزب يا علا زد النبي ما يسره وما ينفعه فيه وهب للأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبخى بشارات بلا اختتام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القدمة بسارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أحمدوني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا أحمد مغني أنت على أنسنا وكان لي في كل شهر وسنا قاطبته في البر والبر وفي أسر والجهر ما الأدل وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال
واكتب له اليوم بصارات الكريم لديك يا باخي مسجد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مستمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصابي في الهال والمال ومن مدادي قل لهم ما شاء يا من له أوجه إن شاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بافية الكلام سيدنا محمد والآل وصابي في الآل والمال ومن خلامي كله تبشيرا يا من لنا أرشلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرا مع سلام برضاك زائرا على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال ومن قراطيسي لو قض الغرض يا من كفاني عذاك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد أخرجت مني ويوبي من فقرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وخلوا من خدمي سرورا يا واهبا وبلي برورا يا ربنا صل صلاة مشكيا كل اشتكاء محصلا من مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وخلوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وسابه في الهال والمال وخلوا من أموري فوق المنى وعندك جاني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يذرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك والي وسبي والتجعلي جميع قدمتي ربا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة مع سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من العداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزازعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوالصحب وأمري أحمد يا ربنا صل صلاة زائبة بكل ذر ما زرى من سائبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تخوض للغرض بلا إذن ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل وصابي في الآل والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنا أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغجر كل مدفعين سيدنا محمد والآل وصابي في الهال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير عمل سل باقي قل هو الله أحد
على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وأبلغ يا رب من يوم الأحد على بشارة لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له والزينا يزدري يا قوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا سل صلاة دارئة كل المفاسد تصول الطارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمره يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقف يحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا صل الصلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نور لهم محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وأبلغ ربي بيوم الأربعاء يا باخيا مربيا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يغبطه من زيد وبشري وجعل عروفي له لذاتي بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارج مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصابي في الآل والمآلي وفي القميص يبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل الصلاة تذهب من قصد ضر إيمان فتذهب إلى سوى يسر مدى مع سلام لغيرنا يذب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزازوا لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإصفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدهم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقود السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباعي يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مداد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجادلي إليك بالنظر يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوخ كلما لا اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابه الدرر والآل
يا سيدي يا مقتفى يا من صرى صلى عليك من دعاك للصرى أزكى صلاة اللي تجود بالصبر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غزلهم مآني يا سيدي يا خير مرسل إلى خلقي لا العالمين نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلالي والصيب ومن تعبدا أسكى صلاة منه جل بالسلام تطيب لطوبى مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأساب ربك السميع أسكى صلاة مني تجود بحراك مع سلام مني يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء أبدا جاني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وخدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بلال والصيب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصيب بلا انذرام من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمون ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كل ما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى سي وبصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحط ذنبي وغيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي بي المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة وعداء جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاد الظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي سافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.